مرحبا شباب وصبايا فلسطين، تمرنوا رياضة أونلاين. اليوم راح يكون معنا تمرينات للوسط، بتمنى إن يكون عندنا إحماء قبل تنفيذ المهارات. سؤال حلقتنا لليوم: ما هي عاصمة دولة اليابان؟ انتظرونا في نهاية الحلقة لتعرفون الإجابة. بسم الله، احنا راح نبدأ في الإحماء، نمشي في المكان. راح يكون معنا التايمر موجود لحتى نعرف انه التمرين له وقت محدد وراحة محددة. هرولة في المكان. ستوب. هيك احنا بنكون رفعنا درجة حرارة الجسم. رح نبدأ نعمل إطالات للعضلات. بحاول أدخل أكسجين للعضلات من خلال التنفس الشهيق والزفير المنتظم. دوران الوسط. نحول اتجاه الدوران. تمام، هيك درجة حرارة الجسم ارتفعت، الدورة الدموية صار في عندنا تنشيط لإلها. الآن راح يكون معنا التمرين الأول. بنعكس التمرين على الاتجاه الآخر.
ناخذ مشي جانبي راحة ما بين كل تمرين والآخر. التمرين الثاني راح أضع إيدي تنتين على الجبهة على الرأس. ناخذ مشي جانبي راحة ما بين التمرين الأول والثاني. الآن فتح الساقين، ثني الركبتين، نحافظ على استقامة الظهر وتقوس أسفل الظهر. هين أسفل الظهر بحاول أحافظ على استقامته، التحرك بيكون للجانب أكثر من إنه للأمام مع الجانب. الآن بناخذ ماشي جانبي كراحة ما بين التمرين الثالث والثاني. التمرين الأخير إن شاء الله راح يكون معنا بهذا الشكل. راح أفتح الساقين، راح يكون عبارة عن بوكسينج يمين ويسار مع دوران المشط. تمام، لو لاحظنا على المشط بيصير في دوران. اوكي، واحد اثنين، استمر على هذا الاداء. بحاول انا احرك وسطي من خلال الدوران البسيط وحركة البوكسينج مع المحافظة على ثني بسيط في الركبتين. هنا بنكون احنا خلصنا التمرين الرابع، وفي اخر تمرين احنا بنعمله لمدة 30 ثانية. وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. إجابة سؤالنا كان بيحكي عن مدينة طوكيو هي عاصمة دولة اليابان. شكراً لمتابعتكم والتزامكم مع رياضة أونلاين. تمرنوا.